بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. أهلا أحبتي متابعي قناة سهيلة، مرحبا بكم، وأتمنى أن يكون جميعكم بألف خير. موضوع اليوم هو موضوع مهم جدا وحصري، وأرجو من الجميع قبل أن يحكموا أن يسمعوا الفيديو بكل تركيز بكل كلمة أقولها، ولا تتسرعوا في الحكم حتى تكملوا الفيديو للآخر. الموضوع له علاقة بالكوارث، بالزلزال الذي حدث في سوريا وتركيا، وربط هذا الحدث بما تحدث عنه الدكتور محمد شحرور رحمه الله عن قانون هلاك القرى. والصراحة كنت هذه الفترة أعيد سمع ما قاله الدكتور في هذا الموضوع، ووجدت كل ما قاله فيه له علاقة بين الذي حدث وبين ما قاله عن قانون هلاك القرى. كيف ربطت هذا بهذا؟ أولا علي أن أوضح باختصار نقاط مهمة عن هذا القانون، وحسب كل ما قاله الدكتور محمد شحرور رحمه الله، وبعد ما تسمعوا لكم الحكم والتحليل كذلك. قال رحمه الله أن قانون هلاك القرى هو قانون ثابت مثل قانون الجاذبية. فالجاذبية مثلا نقول طفل صغير صعد على سطح فيلا أو عمارة وأخذ يلعب حتى سقط من الأعلى إلى الأسفل لأن سطح العمارة غير مؤمن مثلا، فمات هذا الطفل. ونفس الموقف حدث مع شخص مجرم كان على سطح عمارة فسقط ومات. فهذا السقوط من الأعلى إلى الأسفل، يعني أي شيء يسقط من الأعلى إلى الأسفل هو جاذبية، معروف هذا. وقانون الجاذبية لا يفرق بين طفل ولا شيخ ولا حجرة ولا تفاحة ولا أي شيء، هذا قانون إلهي من قوانين الطبيعة الثابتة، يعني ليست مناط للدعاء، لا تتغير بالدعاء، فقط قوانين أحداث الطبيعة الجزئية هي التي يمكنها أن تتغير بالدعاء مثل المطر وإلى آخره. يعني قانون كيف يتشكل المطر وكيف تحرق النار هي قوانين ثابتة لا تتغير، لكن يمكن الحدث الجزئي الذي فيها أن يتغير. يعني كيف يتشكل المطر لا يتغير، أما متى يسقط المطر يتغير حسب الحدث الجزئي الموجود فيه، يعني حسب دورة الرياح وما إلى ذلك. المهم هذا مثال فقط. أما قانون هلك القرى قانون ثابت كذلك مثل الجاذبية، لا يرحم، لا يفرق بين طفل وشيخ ورجل وامرأة، قانون ثابت لقوله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. لكن متى يعمل هذا القانون وأين؟ يعمل على القرى، عندما تكون هناك قرى. وكلمة القرى لا يقصد شكل البناء أو ما إلى ذلك. سأشرح لكم الآن معنى مفهوم القرية حسب ما قاله الدكتور محمد شحرور رائد التنوير رحمه الله، وبعدها سيتضح لكم لماذا ربطت حدث الزلزال العنيف الذي وقع جنوبي تركيا وشمالي سوريا وبكل ما قاله رحمه الله. قال القرية هي كل تجمع سكاني في أي موقع جغرافي غلب فيه الوعي الأحادي الثابت، أي لا تطور، رأي واحد وثبات وتجمد الوعي على عصر معين، عصر قديم، عصر الآباء، يعني تجمع غلب فيه التخلف. التطور مش في التكنولوجيا فقط، التطور في الوعي والفكر له دور كذلك، بمعنى مجتمع كثرت فيه عقلية بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني يتفق أفراده على اتباع سلوك في الوعي موحد يجمع بينهم، والتمسك به والثبات عليه يمثل الأحادية. وكذلك أحادية السلطة، أحادية السلطة هي التي تخلق طبقة المترفين، والمترفين هم المترفعين عن المساءلة، يعني طبقة فوق المساءلة، وهي الطبقة المستفيدة من هذا الثبات وهذه الأحادية.
فهنا هذه تصبح قرية كذلك، وينفذ فيها قانون هلاك القرى. وطريقة هذا الهلاك تكون إما بتدخل خارجي ينهيها أو بالدمار. هذا هو مفهوم القرية، اختصرته لكم حسب ما قاله الدكتور محمد شحرور رحمه الله. فأنا لاحظت في كل المشاهد التي رأيناها في هذا الحدث، سواء من أطفال أو نساء أو رجال، من طريقة كلامهم أو مواقفهم، لاحظت غالبيتهم متوقفين أو نفس السلوك، نفس الوعي. ربما لاحظتم المرأة التركية التي لم ترد أن تخرج وهي تحت الأنقاذ إلا بعد أن يعطوها الحجاب، أو الطفل الذي يتكلم بالصلاة على النبي والذكر وهو في حالة التخدير. يعني تلاحظ وتستنتج أنهم يجمعهم نفس السلوك. وأنا لا أتحدث عن الحجاب، يعني هل هي قامت بتصرف صح أو غلط، هذا موضوع آخر. أنا أتحدث من ناحية الوعي بصفة عامة. كما لاحظت منهم جماعات قاموا بنشر خطب في ظل هذه الأوضاع، إنكم مقدمون على أمر عظيم ولست أدري ماذا، يعني يقصدون الخلافة الإسلامية. ولو كانوا على حق كان ربي نصرهم من وقت تأسيس جماعة الإخوان، ولا يزيدهم فوق ما هم عليه، يعني من تشرد وعذاب من الحرب وإلى آخره. يعني يوجد شيء غلط وعليهم أن يعيدوا التفكير. لاحظت أن هناك وعي متوقف على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكل المدينة وأقر التعددية وطبق قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فيعني كل شيء متعدد إلا الله واحد أحد، وكل شيء متغير إلا الله صمد ثابت. والقانون، قانون هلاك القرى، يعمل عندما يطغى الفكر الذي هو عكس هذا. فأنا ربطت كل ما حدث وما رأيت بما قاله الدكتور محمد شحور رحمه الله عن قانون هلاك القرى، الذي هو في الكتاب مسطور ولا يفرق بين طفل صغير أو شيخ كبير، رغم كل الحرب اللي مروا بها من دمار ونفي وتشرد، نفذ فيهم هذا القانون لأنه أكيد في شيء غلط عندهم، يوجد شيء غلط عندهم، جعل هذا القانون يعمل. وربطت بين ما قاله عن ازدهار المدن، ربطته بإشارة الخير من الإخضرار الذي حدث في صحراء السعودية، الذي لا شك الكل لاحظه أو شاهده في الأخبار، أو والكثير من المشايخ قالوا الحذر من هذه الإشارة، والرسول قال كذا وعلامات تدل على كذا وكذا، وأنا قرأتها عكس ذلك تماما، قرأتها إشارة خير، لأن مستحيل الإخضرار بعد اليابسة شيء سلبي، بل كل الإيجابية فيه. وأكيد الكل لاحظ كيف تغير الوعي في السعودية وتطور، وبدأوا يقبلون الرأي المختلف ويقبلون التجديد، يعني هم في الطريق الصح. وفي الأخير أذكر لكم ما قاله محمد شحرور رحمه الله، قال: المجتمعات المتنوعة المتعددة المجددة التي تقبل الرأي الآخر والملتزمة بالقيم الإنسانية هي التي تعيش تحت مظلة لا إله إلا الله، والله يعاقب ويكافئ المجتمعات في الحياة الدنيا وليس في الآخرة، في الآخرة الحساب يكون فردي. كانت هذه رؤيتي بعد الربط بكل ما حدث وما قاله رائد التنوير محمد شحرور رحمه الله عن قانون هلاك القرى وازدهار المدن. شاركونا بآرائكم أحبتي بكل رقي. إلى موضوع آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه.